فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنام من الساعة 10 صباحا حتى 5 عصرا، وأجمع الظهر والعصر، فهل يقول أنام من الساعة 10 صباحا حتى 5 عصرا وأصلي الظهر والعصر جمعا، فهل يجوز لي ذلك؟ لا، لا يجوز لك ذلك. يجب عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها ومع الجماعة ثم تنام. النوم ما يفوت، لو صليت نمت، أما أنك تضيع الوقت لأجل النوم هذا لا يجوز. نعم.